رجعنا نكمل فقرات سيدتي. أبغى أحكي لكم حاجة. طبعا ضيوفنا اليوم واحدة فيهم لجأت لي على الإنستغرام هذا الكلام يمكن 27 مي وتقول لي أنه إحنا ثلاث أخوات اكتشفنا الجين الوراثي ورايحين نسوي عملية الاستئصال الوقائي. بصراحة مرة فرحت فيهم طبعا انه هالدرجة من الوعي. قالولك انه هم رايحين يعملوا العملية. اوكي هم قرروا. قلت لهم جو اهيد وطمنوني عليكم وخليني اكون معاكم في الصورة. جميل. طبعا الاخوات هذول يطلق عليهم بروفايفرز. معانا في الاستوديو رنا وريم حجار. اهلا وسهلا فيكم. قبل الناس الحين سمعوا مصطلح غريب بروفايفرز. ايش يعني رن ريم؟ ريفايفر هي الناجيه من خطر الاصابه بسرطان الثدي، او تقدر تقولي محميه بنسبه 95% من سرطان الثدي. حلو ان شاء الله. وكيف احساسكم؟ الناس قاعده تستوعب هالمسمى ولا لا؟ هو مسمى جديد بس هو مش سرفايفر، هو بريفايفر، انه ما تكوني سرفايفر تكوني بريفايفر. حلو. طيب رنا خليني اسالك، ايش اللي دفعكم وخلاكم تفحصوا الجين الوراثي؟ هو من البداية من حوالي 27 سنة ماما مرضت وشي سيرفايفد. هذيك الأيام كان في توك من دكتورها إنه موضوع الجين وكذا، بس it wasn't popular, it wasn't taken seriously لغاية ما مرضت تاني حوالي قبل سنتين. فذيك الأيام الدكتور قال أنصحكم أنكم تعملوا هذا التحليل عشان تطمني على نفسك من ناحية المبايض وعشان تطمني على بناتك. أكيد. طيب ريما، طبعا يعني سمعنا أنه بسبب يعني أنه الوالدة الله يرفع عنها وش فيها كانت مصابة، فأنتو يعني الدكتور نصحكم، بس مين اللي اقترح كده بينات بعضكم أنتو كأخوات مع بعض، ومين اللي حمسكم، ومين اللي سوى الموعد الأول وحجز؟ لو تحكي لنا عن هذه التفاصيل. الصراحة العيلة كلها كانت معنا، وإحنا على طول قبل ما ناخذ الخطوة إننا نعمل التحليل كنا مهيئين نفسنا إنه لو طلع بوزيتيف وي ويل جو فور إت، خلاص إنه يعني خلاص مرتبين إنه لو طلع بوزيتيف حنعملها، لو ما طلع بوزيتيف حنمشي على نظام ثاني مثلا تشيك أب كل 6 شهور، هيلثي لايف ستايل. سبيشالي ريم ما شاء الله يعني كانت من قبل التحليل مستعدة مرة للستيب هذه. طب خليني أسألكم كده عن حياتكم الخاصة، يعني أنتوا إيش خلفياتكم الأكاديمية؟ كيف جاكم الوعي وفكرة أنه يعني تقبلتوا أنتوا أنه أنتوا يعني تستغنوا عن شيء مرة مهم بالنسبة لكم؟ هو طبعاً مرة كان تشجيع كبير ودعم كبير ويعني زي اللي قوتنا ماما، لأنه إحنا كبرنا وهي عارفين أنها نجت من هذا المرض. جميل. فزي اللي حسينا أنه it's not something that will kill you. فيا احنا اكيد احنا جامعيين ودارسين وبنقرا مره في هذا الموضوع، قرينا كثير يمكن بزياده كمان، صار عندكم توعيه وثقافه عن الموضوع مره كثير. طب ايش ممكن تنصحي مثلا احد قاعد يتابعك دحين، احد من اهله عنده مثلا هذا المرض، انه لو في العيله حالات اكثر من حاله especially يكون يعني close relative لازم تفكر في موضوع التحليل. بس صراحه مو اي احد يروح يلا يعمل التحليل. ايوه لازم تكون جاهزه للكونسيكونسز، يعني ايش حتعمل بعدها. أيوة. مستعده للي حيجي بعدها. يعني. وتكون كذا شجاعه زي ريم. يعني انا ما شاء الله اللي يعني محمسني في الموضوع ان انتوا الثلاثه اتخذتوا القرار برغم انكم صغار في السن وبنات وكذا، اتخذتوا القرار وقلتوا يلا حنروح احنا الثلاثه حنسوي العمليه. قد ايش اداكم دافعيه كونكم كل واحده شجعت الثانيه؟ يمكن لو واحده لحالها يعني ما ادري حتقول حتفكر في الموضوع 100 مره يعني، بس انتوا في قد ايش وقت اخذتوا القرار ذا يعني؟ تقريبا 4 شهور من وقت ما طلعت النتيجه، وكلنا عملناها في خلال 6 شهور مع بعض يعني بالدور. عارفه بالدور يعني في واحده عملت وبعدين ترفع معنويات الثانيه سيزن البريفنتيف دبل ماستكتومي. ايش كانت اصعب فتره يعني خلال هذه الفتره مثلا ما اعرف مين اللي سوى العمليه اول؟ انا عملتها اول سؤال. بس انت اصغر واحده صح؟ طب ليش اخترتي انت اول واحده تسويها؟ شوفي انا ما كنت اصلا، احنا يمكن يعني حنقول القصه كلها دحين، انا ما كنت اصلا 100% مقتنعه بالتحليل، فاي اندرستاند لما يكون في احد دحين بيسمعني وما يبغى يعمل التحليل. فرايي مره تغير، تشجيع مره كبير من اخواتي،
وكنت اشوفهم اقول انتم كيف كذا ماخذين الموضوع مره ببساطه، انا ما ابغى اعمل التحليل. لا، اول وحده تقول لهم لا، اول وحده تروح، لانه اصعب شيء كان الديسيجن تايم، مش العمليه نفسها مع انها ما هي سهله. اصعب شيء كان اخذ القرار واقول خلاص ام جونا دو ات. بس الحمد لله سبورت، سو ماتش سبورت من الفاميلي، من ناس برضو زي وحاولنا نوصل لهم، من زوجي، من امي، من اخواتي، بابا، مره سو ماتش سبورت. يعني خليني اسالك، كيف يعني بيتواصل معاكم احد يطلب دعم، مساعده، ترفع شوي من معنوياته؟ مو شرط يكون هو مصاب، ممكن يكون احد من اهله مصاب. احنا عملنا بيج على الانستغرام اسمها ساودي بريفايفر، عشان اي احد فكر انهم هم يسالوا عنه، لانه المشكله في التحليل البي ار سي اي ما في اي انفورميشن بالعربي، كلها بتلاقيها اونلاين بالانجلش. فاحنا عملنا صفحه عشان اذا احد يبي يسال اي شيء يستفسر احنا مستعدين نجاوب. جميل. طب انتم بس يعني قاعدين تتحدثوا في هذه الصفحه عن مرض سرطان الثدي، صحيح؟ عن الجين بي ار سي اي، عن الجين ككل، كيفيه الوقايه. طيب حلو. وكلكم انتم ثلاثه مع بعض؟ كلنا احنا الثلاثه. طيب ما ماسك شيء الحين. كمان أنا يعني ما شاء الله، أنا اللي شايفة أنه بسم الله ما في شيء، الله لا يضركم، الله لا يضركم. شايفة طاقتهم كيف حلوة، بدأت الحجاز. يعني ما شاء الله بصلى على النبي عليكم، جميلات ورائعات وأنيقات. ريم قبل شوية يعني كانت بتقول أنه أنت عندك بوتيك واستمرت حياتك من بعد هذا الموضوع، برغم يعني ريم كل حاجة واجهتيها. أنا أكيد ما أحط يعني ما أقول لك أنه أنا حاسة فيك لأنه أنا ما جربت، وطبعا الإنسان لما يجرب غير. فأنت برغم كل شيء مريتي فيه مشيتي وتقدمتي وسويتي شيء لنفسك، مين أكثر الأشخاص اللي كانوا بيدعموك؟ كيف أحس أنت حياتك من بعد كده، بعد العملية؟ الصراحة الأهل كلهم داعمين، زوجي، ماما، بابا، حتى أولادي مع أنهم صغار بس كانوا معايا يوم بيوم. يعني حتى يعني ولدي ما يخليني أشيل أي شيء تقيل، لأنه أول شهر الدكتور يقول ممنوع تشيلي أكثر من كيلو، كيلو واحد، والكيلو مرة قليل. هو كان بيساعدني في كل شيء الصراحة. فالدعم طبعا مره مهم من اهلك وكل من الناس اللي حواليك، من صحباتي، من كل، ما لقيت احد نيجاتيف الصراحه في الموضوع، كله كان بيشجع. وسويتي لك بزنس خاص، سبيشال بزنس، وماشي امورك تمام؟ ايوه الحمد لله. طيب وانت يا رنا؟ ايوه، هو طبعا اكيد كان في دعم مره كبير زي ما قلت من الاهل والصحبات، بس طبيعي لما الواحد يسمع حكايه زي كذا في ناس اكيد ما حتتقبل، في ناس ممكن تقول ليش وما له داعي، وعادي هذا كله سمعناه، بس ما اخذناه بيرسونالي. اخذناه انه انا قبل كم سنه لما شفت تابعت قصه انجلينا جولي لما عملته، كنت اقول انه مره شيء كبير، يعني ماني قادره اصدق الشيء اللي سويته، ماني قادره اقتنع فيه. بس لما عديت فيه غير، يعني دحين انا مره عندي تقبل الحمد لله على الخطوه دي، ومرتاحه مره، والهم راح، القلق راح تماما. خطوة العملية أسهل بكثير من خطوة اتخاذ القرار. بالضبط. طيب أنت كده بتحمي نفسك من إنه تتعرض الكيماوي أو إشعاع. أيوه. أوكي، هو طبعاً أكيد أحسن، وأنا أهنيكم على هذا الخطوة طبعاً. يعني أنتوا فكرتوا بشكل فكرتوا في نفسكم لقدام، يعني برافو عليكم. ناس واعية، مو بس أنجلينا جولي برا واعية، إحنا عندنا ناس واعيين أكيد في حالات هنا. أنا نفسي نجمعهم مع بعض. أيوة. نعمل لهم جروب. وأنتوا أوريدي عاملين صفحة. أيوة. يعني فأكيد أنتوا ليكم دور كبير في الوعي، وكمان في تجميع السيدات اللي يبغوا يسووا، وكمان اللي سووا عشان يستفيدوا من التجربة. وعي اعمق بكثير، وقبل موضوع انه اكشفي لا تكتشفي، احنا ما نبغى تكشفي اصلا. شيلي وخلي. ترى في كثيره، احنا مو لحالنا، في كمان واحده تقرب لنا عملتها، فاحنا كلنا عملنا سبورت جروب مع بعض، انه تو سبورت ايتش اذر، ونتجمع ونتكلم في الموضوع. اليوم خلينا ناخذ شخص مره مهم، جدا جدا مهم، يعني كمان سوى العمليه معاكم، رباب. اهلا وسهلا. أول شيء بقوله أنا مرة فخورة بأخواتي وبأمي وبأهلي، لأنهم هم الداعم الأكبر كان لينا. زيجانا الحمد لله الله يخليهم لينا كانوا برضو داعمين الحمد لله. أهم شيء أبغى أوصله للناس إنه أكثر شيء مهم في هذا الموقف أو في هذا الموضوع إنه يكون في حوالينك ناس واثقة في قراراتك، سايبالك كامل الحرية أنك أنت تفكري وتتخذ القرار المضبوط، وهي معك ودعمتك فيه مهما كان.
صحيح. رباب يعني انا حابه البوزيتيف انرجي اللي انت داخله فيها دي. بسم الله عليك، الله يحفظك يا رب. حبيبتي بس لو تحكينا كده، يعني جبنا كنا بنسال ريم ورنا على مشاعرهم وكيف اتخذوا هذا القرار، وطبعا انت كنت كمان الاخت الوسطانيه، فنبغى نعرف كمان انت ايش كان دورك اثناء الحديث والنقاش هذا. يعني عاده ممكن اتخيلكم ثلاثه جالسين على السرير، طب يا بنات احنا نروح نسوي التحليل وبعدين لا من جد انا انفع والله خيالي واسع. في البدايه كنا نفكر انه ليه الواحد يفتح على نفسه باب ممكن يعني خلي زي ما يقولوا الناس، يعني كثير ناس حوالينك ممكن تلاقيهم يقولوا لك يا شيخه توكلي على الله، لا تفكري تعملي كده، لا تفتح على نفسك باب تجلسي تفكير وقلق. احنا طبعا اصلا قلقين صحيح، فجينا فكرنا فيها ايجابيات الموضوع وسلبيات الموضوع. انت لما تكوني انسانه اصلا قلوقه صعب انك انت تتخذي قرار زي كده، بس لما توصلي لمرحله انك انت لا انا اتحمل النتيجه ايش هي، انا اتحمل ما الاشياء اللي ممكن اعملها بعد النتيجه ما تطلع أهون لي مما أتحمل القلق والخوف وإنك أنت تروحي تعملي تشيك أب كل 6 شهور صحيح وتروحي أكيد تعملي بالضبط. فلقينا في الآخر إنه لا كده أحسن لنا، أحسن لأهلنا، أحسن لأولادنا، صح تقدري تدي أكثر، تقدري تعيشي من غير خوف. يعني حتى فترة التشيك أب كانت تعدي بالنسبة لنا إحنا فترة مرة ستريس، تكون نفسيتك فيها مو مضبوطه، قلقانه، خايفه ايش النتيجه ممكن تطلع، فخلاص كذا تحسي كل اللي حوالينك ارتاح وما تبي تتعبي في الاخر احد ولا تزعلي احد عليك في في الاخير. صحيح. طيب رباب خليني اسالك، طبعا انتوا 3 اخوات سويتوا هذه العمليه والاستئصال الوقائي وحاجه يعني مره عظيمه، واعتقد انه ما في السعوديه حالة يعني زيكم انه او ما سمعنا الى الان انه في 3 اخوات سووا نفس العملية وكان عندهم بعض. هذا ومع بعض بهذا وكان عندهم هذا الوعي. انتم كيف ممكن انه يكون لكم دور في توعية السيدات في المجتمع عندنا بانهم يسووا الفحص الجيني ويتخذوا القرار وانتم انكم تكونوا قدوة لهم؟ شوفي هو اهم شيء في الموضوع هو مو بس اللي عندها في العيله احد من اقربائها عامل عنده الكانسر، هي اي وحده. الدكتور قال لنا قبل كده اكثر من دكتور قال اي وحده المفروض يجيها بريست كانسر تعمل التحليل هذا وتحطه عندها عشان عيلتها نفسها بعد كده الجيل اللي جاي بعده كلهم يستفيدوا من هذا التحليل نفسه. صح. هي أرقام مختلفة مو كلها مسجلة عندهم. هذه الأشياء كل ما زاد عدد الناس اللي بتعمل التحليل كل ما كان أسهل، يعني إنه أسهل للجيل اللي بعده، أسهل إنهم هم يشخصوا ويعرفوا الأرقام الباقية الثانية. صح. فيعني هو أهم شيء بس في الموضوع إنه زي ما قالوا اخواتي قبل كده التحليل ده مو اي احد يقدر يعمله، التحليل ده ما تيجي تعمليه الا وانت عارفه ومتاكده انا حاعمله عشان هو اللي حيقول لي حيديني الجرين لايت اني انا ادخل على طول على غرفه العمليات. صحيح. غير كده ما حاعمله عشان لا عشان بعدين تخافي اكثر من بالضبط. صح. طيب رباب الحين ابغى افهم اعرف منك لما انت واخواتك كذا مين فيكم اللي كانت ممكن يجي هي اللي تحمس الثانية أكثر أنه لا مع الألم أو كذا استحملي، مين فيكم اللي كانت ترفع معنويات الثانية أكثر؟ الدعم الأكبر في هذا الفريق. شوفي إحنا أول شيء إحنا ما دخل يعني إحنا فضلنا نفكر ما دخلنا نعمل العملية إلا لما وصلنا لمرحلة إنه تعرف لما تكوني متحمسة بتعدي الأيام عشان يوم العملية يجي. أيوة. إحنا وصلنا لذي المرحلة إنه إحنا بنستناها تجي فمتحملينك بتعبك. شوفي هي ما هي سهلة، هي متعبة، هي مؤلمة، هي تخوف، ما حخوف الناس بس انت في الآخر بتحمي نفسك يعني بس في شيء في الآخر بيتشال منك، يعني هذا جزء كبير من أنوثتك. أكيد. صحيح. بس في الآخر كله يعني كان بالنسبة لنا الألم يهون،
التعب يهون، كل شيء يهون عشان نوصل للنتيجة اللي احنا نبغاها في الآخر. صحيح رباب، يعني أنا حقيقة جدا مبسوطة بكلامك وبجميع الكلام اللي قلتي وطريقة تفكيرك. كنت معنا عبر الهاتف، طبعا أشكرك ألف شكر. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع ضيوفنا. ورجعنا مشاهدينا نكمل حوارنا مع ريم ورنا حجار عن استئصال الثدي الوقائي. طبعا كنا احنا في مداخله مع اختكم رباب وكانت بتقول انه انتم الداعم الاكبر، لكم تعقيب على هذا الكلام؟ ايوه انا حابه اعقب على كلام رباب. لا انا حابه اقول لك يا رباب، لا انت كنت اكبر داعم. ما انسى الايام اللي هي كانت مره خايفه علينا الصراحه، وكانت يعني حسستنا بحنان الام، عارفه مع انه ماما الله يخليها ومدينتنا اكبر حنان، بس برضه رباب كانه عندنا دبل حنان. في البدايه هي اللي كانت، هي يعني احنا بعد ما عملنا التحاليل المفروض الريزلت حيوصلها على الايميل، حطينا ايميلها انه يوصلها الريزلت. فلما وصلها الريزلت حقي، لانه انا عندي البي ار سي اي 1 بوزيتيف والبي ار سي اي 2 برضه بوزيتيف، فهذه حاله يعني ما هو انا الوحيده اللي طلعت بين ماما واخواتي كذا. فخبت علي التحليل اسبوعين، وكل مره اتصل عليها اقول لها يا رب ما طلعت نتيجه التحليل حقي، تقول لي لسه لسه. بعدين اكتشفت انها كانت مخبيه علي نتيجه، خايفه من ماي رياكشن انه انا اطلع انه انفجع انه بي ار سي اي 1 و 2 هم الاثنين بوزيتيف. حبيبتي وانا هذه وهذه كانت اول عمليه في حياتي الصراحه، يعني هذه اول عمليه انا اعملها، فهي برضو كانت شايله هم انه انا اول عمليه. ريم ايش حتفكر ايش حتقول؟ شوفي انا عشان اكون معك صريحه، انا فعليا ما عرفت يعني ايه البي ار سي 1. استنى، هو البراكا، هو البراكا 1 براكا 2، الناس بيقولوا براكا 1 براكا 2 بريست كانسر موتيشن. اوكي تمام. طيب على سيره الحنان كده، ايوه سرعه حنان، على سيره الحنان انا جدا سعيده الحين حناخذ مداخله من الوالده سيده صفيناء السندي. اهلا وسهلا فيكي. اهلا بيكم، السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام، منورين كلكم الله يحفظكم. بناتك اللي منورين. قولي لي انت كيف دعمتي بناتك وكيف شجعتيهم وكيف وقفتي معاهم؟ الحقيقه انا يعني بعد اصابتي الاولى كان في عام 90 ميلادي، بعدها بفترة ظهر التحليل اللي هو الجينات هذا. فدكتوري وفي أكثر من دكتور بعدها نصحوني أني أنا أعمل التحليل أنا وبناتي. وقتها كانوا البنات طبعا صغار في السن. بعد كده أنا كنت رافضة أصلا للتحليل، يعني رافضة للفكرة هذه من أساسها أول. يمكن كان عندي خوف من النتيجة وتوابعها، ممكن انا قلت لنفسي انا الان بخير وعافيه الحمد لله لي سنين، فليش افتح على نفسي هذا الباب؟ صح، هذا التعب. ايوه يعني هذه الفكره اللي اعتقد كثير من الناس يفكروها. اكيد صحيح. لكن بعد الاصابه الثانيه في عام 2015 كانت، واللي مريت فيه الحمد لله من معاناه جسديه ونفسيه وسلسله فحوصات عارفه واشعاعات وعمليات وعلاج كيماوي، لا هنا غيرت رايي تماما. يعني وقفت وقلت نفسي لا، لازم ادعم بناتي، وهم اصلا ما شاء الله عليهم طرحوا الفكره وبحثوا الموضوع باين ما شاء الله عليهم. أيوة يعني ايوه ايوه يعني كمان وكان عندهم يعني كثير من التفاصيل عن الموضوع هذا بسبب وقفتهم معايا الله يحميهم. ففكرت انه لا، لازم يعني يعملوا تحليل وضروري يعني يعملوه لانه في مصلحه، وطبعا في اخذ الاسباب الحمايه ان شاء الله تعالى. والحمد لله عملناه وكنا مستعدين ولله الحمد نفسيا ومقررين ايش الخطوات اللي لازم تتعامل لو النتيجه ايجابيه، وهذا يمكن اللي خفف علينا. خفف عليكي كمان ست الكل ان هم الثلاثه كده اتخذوا هذا القرار. ويعني اعرف ردة فعلك اول ما سمعتي هذا القرار، يعني انصدمتي وهي ندم ايش صار؟ الحمد لله.
والله انا انصح يعني البنات السيدات اللي عندهم تاريخ عائلي انهم هم يعملوا ست سفينات المساله دي. ست سفينات يعني احنا نعرف بما انك انت مريتي في هذه التجربه وشفتي قديش هي كانت صعبه وما حبيتي انه بناتك يعدوا في نفس المراحل هذه بعيد الشر عنهم طبعا. بس كنت ابغى اسالك لما عرفتي نتيجه كل واحده من ريم ورباب ورنا ايش كان شعورك؟ أكيد طبعاً يعني زعلت، يعني كان في صدمة، بس يعني بقول لك اللي خفف الصدمة علينا إن إحنا كنا متوقعين بوجود الجين الوراثي، خاصة إنه أنا لما أصبت المرة الأولى كان عمري 29 سنة، فاللي فهمناه من الدكاترة إنه لما تكون الإصابة مبكرة يكون دائماً لها علاقة بالجين الوراثي فبس الحمد لله يعني الحمد لله عدت الحمد لله. سيدة صفيناز شكرا على مداخلتك وشكرا انك تطلعي تتكلمي. ومعانا كمان مداخلة من الوالد السيد علي حجار. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. انا عارفه ما شاء الله منورين. ايوه طبعا يعني ما شاء الله انا عارفه كده من ريم طبعا انت داعم كبير للبنات. انت داعم كبير للبنات صح؟ انا ديما البنات نعم، انا ابو البنات اصلا يعني البنات نعم. طب قل لي كيف كنت عم تدعمهم للبنات؟ والله كان قرار صعب حقيقه في البدايه، بالذات بعد ما زوجتي مرت بالمعاناه هذه الفتره. لما اكتشفنا بعد ما عملوا التحاليل واكتشفنا انه موجود في الجينات هذه، حقيقه أنا وقفت معاهم بكامل قوتي، قلت لهم لا انا معاكم، انه الان نعمل حمايه افضل بكثير من انكم تمروا لا قدر الله بنفس التجربه اللي مرت فيها والدتكم في خلال السنين دي اللي مضت. يعني زي ما ذكرت لكم، ذكرت كان عمرها 29 وجاها ورجع مرة ثانية جاها، بس المرة الثانية اللي جاها كانت المعاناة أشد لأنها دخلت في أوكيماوي ودخلت في حاجات كثيرة. فأنا قلت لهم لا الآن نعمل العمليات هذه ونعمل الحماية إن شاء الله، نعمل بريفنتيشن لأي شيء ممكن يحصل في المستقبل. طيب وحقيقة أنا لمست كذلك، أنا يعني وبدي يعني أشكر زيزان البنات، هم اللي دعموهم بشكل كبير جدا. جميل. وأنا فخور بهم جدا والله الثلاثة ما شاء الله عليهم، وقفوا جنبهم ودعموهم بكامل الحمد لله. إي والله الحمد لله. وإحنا أكيد أستاذ علي جدا فخورين بوالد زيك يكون عنده هذا طبعاً. الوعي ويوقف جنب بناته. بس خليني أسأل ريم ورانا، عندكم رسالة حب توجهوها لوالدكم؟ يا حبايبي حقيقي من غيركم كان مستحيل نعمل ذا الشيء، مستحيل يعني. الله يحفظكم ان شاء الله. سهلت الموضوع كثير علينا. نعم كان صعب علينا كلنا، لكن ان شاء الله يعني احنا عملنا الشيء الصح لكم. وانا اتمنى انه فعلا الرساله هذه نوجهها لاباء كثيره صح، بانه اذا كان حصل في شيء في العائله دي ادعموهم وحاولوا انكم تقووهم وخليهم يتخذوا القرار الصح بدل ما انهم يفضلوا عايشين طول عمرهم في قلب. صحيح استاذ علي حجار شكرا لك. العفو يعطيك الف عافيه. يعني الله يكثر من امثالكم كعيله، بس يعني قاعدين تبكونا. ايوه ايش بكم؟ قد ايش انتم اطلات والله قد ايش احنا نشعر بالفخر يا جماعه، انه ما نقدر نستوعب انه انتم عندكم ما شاء الله هذا الوعي، القدرة على اتخاذ هذا القرار. داعمكم وقديش لازم المجتمع يستفيد منكم ومن تجربتكم هذه. لا واللي أهم أنه هم البنات كيف حاسين بمسؤولية اجتماعية تجاه غيرهم اللي ما يعرف شيء. احنا حابين يكون مصدر إلهام للبنات اللي زينا، صحباتنا قريباتنا، يعني في عندنا قريبات في العائلة ممكن يكونوا عندهم الجين زينا، ف وبعضهم بيخافوا حتى يروحوا يفحصوا الالترا ساوند المبدئي ولا الماموجرام. لا لما يشوفوا التجربه اللي احنا خدناها، اوكي البنات ما كانت سهله بس هو عدت وي ار فاين. ايوه
ما في شيء ما حتمرضي يعني ما في شيء مستحيل. ف كمان من احد الاشخاص اللي يعني انا من جد حابه اقول انه شكرا للوعي اللي هو عندهم، يعني سبحان الله ترى ربي سخر لكم هذول الناس الحمد لله ازواجهم طبعا طبعا يعني صحيح. من جد فعليا شكرا لهم يعني انه هذا مو شيء سهل انه الواحد يتحمل على طبعا طبعا. طيب طبعا. بس خلينا ناخذ كمان مداخله هاتفيه مع دكتور اياد سعيد رئيس قسم العلاج الاشعاعي بالمدينه الطبيه في جامعه الملك سعود. حياك الله دكتور. يا هلا حياكم الله ومساء الخير. مساء النور دكتور، كنت ابغى اسالك على السريع ما هي فوائد الاستئصال الوقائي لسرطان الثدي؟ طبعا في البدايه قبل ان نتكلم على الوقايه انا احب اني اشكر رنا وريم اللي في الاستوديو، حقيقه يعني مثال ممتاز جدا 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 في التعامل مع القضيه ومع المشكله اللي هم يواجهوها. نعم. يعني التفاؤل الموجود فيهم وطريقة الحديث والثقافة العالية، يعني هذا احنا كمجتمع طبي نتمنى من كل موضوعنا بالشكل هذا. نعم. فأنا أحييهم وجودهم في الطبي، شكرا لهم. طيب بالنسبة للفائدة، أول حاجة طبعا احنا تكلمنا الأسبوع اللي فات على علاج الأورام وأورام الثدي. ففي حالة وجود أورام ثدي العملية الجراحية تتكون من استئصال الثدي أو استئصال الورم زائد تنظيف الإبط. فبالتالي العلاج أصلا الجراحي ما هو زي العلاج اللي حنتكلمه الآن بالنسبة للوقاية. الشيء الثاني إنه هم ممكن لو إنه صار ورم قد إنهم هم يحتاجوا إلى علاج كيميائي وهرموني، زائد إنه هم في نسبة كبيرة جدا يحتاجوا إلى علاج إشعاعي. فبالتالي حنتكلم عن رحلة طويلة جدا من العلاج تمتد إلى 9 شهور. بكثيرة من المضاعفات. زائد أنه ممكن أن يكتشف لا سمح الله في مراحل متقدمة أو أن يكتشف في مراحل منتشر في الجسم. فالريسك هيكون عالي جدا. في حالة اللي بنشوفها قدامنا ريم ورنا ورباب، الآن عملنا البي آر سي اي. فالبي آر سي اي هذا احتمالية حدوث أورام أو ورم في الثدي تصل الى 85% اوفر لايف، يعني احتمال انه يحدث ورم اكثر من انه ما يحدث ورم. فبالتالي ممكن انهم هم يواجهوا المشكله الكبيره في العلاج اللي انا قلت تحدثت عنه قبل شوي. ولكن في حاله وجود الاستدي والاهتمام اللي هم سووه واكتشاف انه البي ار سي اي بوزيتيف، العمليه الجراحيه اللي هم محتاجينها هو فقط استئصال الثدي. يعني هم اصلا ما عندهم ورم. أيه. بالتالي هم تخلصوا من كل المشاكل الثانية اللي أنا تحدثت عنها قبل شوي. أيه. تمام، ما يحتاجوا يشوفوا الإبط، ما يحتاجوا يشوفوا، ما يحتاجوا كيماوي، فهم خففوا على نفسهم كذا. زائد إنه احتمالية حدوث الورم اليوم بالنسبة لهم تقل من 50 لـ85 زي ما قلنا إلى تقريبا الصفر. طبعا في استديز كثيرة تقولك لسه في احتمال 5%، يعني ما بقلقهم 5%، لكن في استديز ثانية تصل إلى 1%. وبالتالي انت تقريبا انتهت من عمليه معاناه انها تعيش في قلق انها يجيها ورم في حياتها. صحيح. الى انه ان شاء الله ما يجيها ان شاء الله. طيب دكتور اياد خليك معنا، بس انا ابغى اسال البنات اذا يبغوا توجهوا له هو كلمه. طبعا حابين نشكرك مره كثير يا دكتور، لانه هو كان اوبن بوك لينا لاي سؤال من البدايه. من البدايه اول شخص انا حاولت انه هو اخو زوجي. اوكي. اول شخص كلمته كان دكتور اياد، حتى ايام ماما مرضت كان هو برضه مره دعمنا وتحملنا كثير. شكرا دكتور. شكرا دكتور اياد على مداخلتك وعلى مساعده البنات. بالعكس نقطه واحده بس ابغاهم ينتبهوا لها البنات. ايوه، ما دام هم عملوا هذا كله وذس از جود، وانا معجب جدا بالناحيه النفسيه اللي هم فيها. وبالناحيه اصلا اللي قاعدين يثقفوا فيها الناس بهذا الشيء. هذا شيء جميل جدا، ولكن في نقطه واحده كمان لازم ما ينسوها، انه الريسك تو هاف اوفيريان كانسر اللي هو سرطان المضايق يصل الى 40%. فهم المفروض انه ما ينسوا الموضوع هذا على سن ماكسيمم 40، وحتى يفضل 35. في عندنا دكتور في الجامعة اسمه بروفيسور نوبل، أنا استشرته في الموضوع هذا، عنده أبحاث كثيرة فيه، يفضل 35 لكن ممكن إلى 40.
فما يجهلوا هذا الموضوع. معليش انا ما ابغى ازعلهم. لا لا ولكن ولكن انا يعني رحله العلاج لسه ما انتهت، لازم يهتموا فيها ويتخلصوا ان شاء الله من ان شاء الله. دكتور اياد سعيد، شكرا لمداخلتك معنا، وما نستغنى عن نصائحك، يعني انت جيتنا في حلقه وتكلمت عن هذا الموضوع. بنات خليني اسالكم سؤال اخير، ايش الرساله اللي تحبوا توجهوها لجميع الفتيات في المجتمع؟ اوكي، ريسك الكانسر موجود، موجود يعني للكل سواء في تاريخ او ما في. بالضبط. الفحص طبيعي للناس اللي ما عندهم فاميلي هيستوري مره ضروري، ولازم يكون روتين، ما يكون شيء يخوفك ولا يقلقك. بس الناس اللي عندهم حالات لازم كده خطوه زياده ياخذوا غير عنهم. صحيح. لانه ما يبغوا يدخلوا في مرحله انهم يمرضوا. صحيح. وبعدين يعني هو الموضوع اكيد يخوف، لكن دعم البنات اللي زيك مره يخفف كثير حقيقي. فاحنا حابين سيريسلي انه احنا نجتمع مع هدول البنات. انتم اكثر ناس ممكن تدعموا اي وحده ممكن تفكر في الموضوع، لاننا فاهمين هي حتعدي بايش، حقول لها بالضبط ايش. وحتى بس تعقيبا دكتور اياد انه انتهت، ايوه طبعا لسه في خطوات ثانيه لازم ناخذها. أكيد. بس ما في شيء صعب. العلم بيتطور، الواحد يروح يفرزن البويضات وبعدين يتخلص من المبيض وما في شيء، ما احنا محتاجينه. وبعدين مو معناته انه الوحده لما تكون حامله جي معناته يلا روحي ثاني يوم اعملي العمليه، لا ما هي زي كذا. انت لازم تفحصي عندك هيستوري بدل سنه كل 6 شهور، ومو لازم تكون مرتبطه بشهر اكتوبر، طول السنه موجوده الفحص. صحيح. طبعا ذا بريفايفرز ريم ورنا حجار واكيد طبعا رباب، مره شكرا لتواجدكم معنا اليوم، اعطيتونا من جد كذا قوه ودعم وحسستوني من جد اني اقوى، ما ادري انا كذا حسيت. مشاهدينا فاصل نرجع مره ثانيه.